مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معنا اليوم بمستر محمد، صاحب توين تربو لتاجير السيارات. اهلا، كيفك مستر محمد؟ اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. تسلم، الله يشرفك. مستر محمد، ممكن تعرفنا اكتر عن نفسك وامتى بدات تاسيس توين تربو؟ طيب، انا محمد الطريفي. نعم، بدانا تاسيس توين تربو من 4 شهور. هي شركة متخصصة في تأجير السيارات. بدأت الفكرة أنا وأصحابي قاعدين مع بعض، عندنا شغف في السيارات وحب السيارات وكده، فجات فكرة تأجير السيارات. أنا من زمان عندي الشغف ده وعاوز أجمع عدد كبير من العربيات كده، وبحب العربيات بطريقة مش طبيعية. نعم، ما شاء الله. فاتفقنا إنه نعمل شركة لتأجير السيارات، والحمد لله الامور تسهلت معانا بطريقه يعني مش كنا متوقعينها، وبدينا في المشروع الحمد لله وماشيين كويس. الحمد لله. مستر محمد، ممكن تقول لنا ايه الخدمات اللي بتقدمها توين تربو؟ طيب، توين تربو شركه بتقدم خدمات بتاعه تاجير سيارات في دبي طبعا. نعم، وبنحاول دائما نسهل موضوع تاجير السيارات على العملاء، لان انت عارفه دبي والامارات هي السياحه في دبي بطريقه يعني منتشره من زمان. ايوه، والسواح بيجي على دبي كثير، فبنحاول دائما نوفر، ندرس الجايين على دبي في الاوقات معينه شو السيارات اللي هم بيحتاجوها في الشتاء في الصيف في كل وقت معين. وبنعتمد على السوشيال ميديا طبعا بطريقه كويسه جدا، شغالين على الماركتنج فيها كويس. وبنوفر للزبائن دائما سيارات اقتصاديه وسيارات فارهه حسب طلب الزبون دائما. نعم، مستر محمد، ممكن تقول لنا طبعا في ظل المنافسه الشديده الموجوده هنا بالامارات، ازاي توين تربو قدرت تتميز؟ توين تربو بتتميز لانه نحن حاولنا ندرس السوق زي ما قلت لك قبل شويه، وشغالين على السوشيال ميديا، وشغالين كمان على الابلكيشن. يعني بنطور في ابلكيشن، انت بتعمل بوك للسياره وانت قاعد في اي دوله في العالم، فبتكون حجزت العربيه بتاعتك، عملت الانسبكشن بتاعك وانت برا كمان، توصل على المطار بتلاقي سيارتك واصله وجاهزه حسب المواصفات اللي انت عاوزها واللي انت نفسك فيها يعني. نعم، فبنحاول دائما نسهل للعملاء في ظل التطور اللي احنا فيه طبعا، نسهل للعملاء دائما الطريقه بتاعت الوصول للعربيه او السياره اللي هو نفسه فيها. فاول ما يوصل على دبي ان شاء الله فبيلاقي خدمه جاهزه وممتازه وسياره حسب اللي هو شافها واخدها من برا وحجزها من برا. نعم، ما شاء الله. زي ما انا سمعت حضرتك عندك ابلكيشن يعني ان انت تاجر للكاستمر عندك وبتوصل للعربيات لهم. ايوه، نعم. مستر محمد، ممكن تقول لنا ايه نظرتك المستقبليه ان شاء الله؟ نحن في توين تربو ان شاء الله باذن الله نظرتنا انه نكون العلامه بتاعت توين تربو متقدمه، ومن واحده من اكبر شركات تاجير السيارات مش في الامارات بس، باذن الله عاوزين نطلع برا الامارات، نكون هنبدا على الدول الخليج باذن الله. فعاوزين نكون شركه كبيره جدا ومنافسه لكل الشركات بتاعت تاجير السيارات. نعم، ان شاء الله باذن الله نتمنى لك كل التوفيق باذن الله من البرنامج بتاعنا. مستر محمد، زي ما انت عارف ان احنا في افضل بلد هنا بالامارات، وموجود نعمه الامن والامان، ازاي ده قدر يساعدك كمستثمر ان انت تستثمر هنا بالامارات؟ وحابين نسمع رساله شكر من مستر محمد لقاده وشيوخ الامارات. طبعا دولة الامارات بتتميز بالتميز الامن والامان في المنطقة بطريقة يعني الناس كلها عارفينها وحاسينها يعني. ده اللي بيسهل انك انت كمستثمر جاي على الامارات بتحس انه انت في نظام، في سيستم ماشي عليه الدولة، بتخلي استثمارك دايما ماشي في نجاح. الشيوخ الامارات الحمد لله ما قصروا طبعا، الشيخ محمد بن زايد طول الله في عمره وكل شيوخ الامارات سهلوا لكل المستثمرين كل السبل وكل الطرق اللي تخلي المستثمر ينجح في دولة الإمارات. دي حقيقة. الحمد لله. الحمد لله. وطبعا احنا يعني عايزين عن الشكر، لانه انت في دولة الإمارات بتحس انك يعني مش غريب، بتحس انك انت في بلدك الثاني دائما وانت موجود في دولة الإمارات لكل المستثمرين اللي قاعدين هنا. فالحمد لله نحمد ونشكر فضله على النعمة اللي احنا عايشين فيها في دولة الامارات. الحمد لله. شكرا لك مستر محمد. بالاخير حابين نقول للسادة المشاهدين ازاي يقدروا يتواصلوا مع توين تربو. التواصل مع توين تربو سهل جدا، احنا عندنا
حساب في الانستغرام في كل مواقع التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا. نعم. عندنا اكاونت في جوجل طبعا. عندنا ويب سايت للشركه. نعم. تمام. فنحن بنحاول دائما نوصل للعميل في كل الاماكن عشان العميل يلاقي توين تيربو في كل مكان هو يحاول يدور عليه يعني ان شاء الله. ان شاء الله. والموقع الجغرافي للوصول للشركه طبعا نحن في ابو هيل امام سوبر ماركت الدوري. تمام. سهل الوصول للشركه قريبه جدا من مطار دبي. الموقع ده بيميز دائما شركات التاجير. فنحن اخترنا موقع مميز ان شاء الله. لكل العملاء تشرفونا وحيلاقوا خدمه يعني بترضيهم كلهم باذن الله ان شاء الله. شكرا. شكرا لك مستر محمد، كثير شرفتنا بالبرنامج. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقه اليوم. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي رعايه الله.